السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم على جديد بقناتي. أعزائي المتابعين، ورمضان كريم على الجميع. بتشكركم كتير لدعمكم للقناة، وصلت بفضلكم وفضل الله لأكثر من 30,000 مشترك، وبتمنى أكيد المزيد من دعمكم ومساهمتكم بشير للفيديوهات على صفحاتكم على الفيسبوك لحتى توصل لأكبر عدد ممكن. وإذا كنتوا لأول مرة عم تتابعوني، ما تنسوا تضغطوا الزر الأحمر سبسكرايب اشتراك وتفعلوا جرس حتى يوصلكم إشعار بكل وصفة منزلها بالقناة. وبتمنى يلي ما عنده حساب على اليوتيوب في يعمل شير على صفحته على الفيسبوك لحتى يساهم بنشر الفيديوهات لحتى توصل لأكبر عدد ممكن. اليوم الوصفة هي إعادة لفيديو سابق منزلته بالقناة، بس كان تصويره نوعا ما جودته عادية، فأنا حبيت أعيده بشكل أوضح وشرح مفصل. إن شاء الله وصفي سهلة وتنال إعجابكم. هو المعروك السوري على طريقتي، كتير طري وهش وخفيف. خلينا نشوف طريقة تحضير المكونات مع بعض. هلأ المقادير عندي: 5 كوب من الطحين الأبيض المتعدد الاستعمالات منخول، راح أعمل حفرة بالوسط، حط الخميرة معلقة كبيرة وربع، راح أحط نصف معلقة من السكر وربع كوب من المي الدافي. هلأ بدي أحط نفس الجاط على جنب، ربع معلقة من البيكنج باودر، ومشان اللون والطعم كمان معلقتين طعام كبار من الحليب البودرة. راح أحط مطيبات محلب نصف معلقة، إذا ما متوفر عندكم المحلب فيكن تحطوا فقط فانيلا سائلي، معلقة طعام كبيرة أو بودرة. راح أحط كمان مشان اللون، بيعطي لون المعجنات رائع، هو القطر أو الشيرة، نصف معلقة. هلأ بدي أحط زيت نباتي، معلقتين طعام كبار، يعني بيطلعوا ربع كوب بكوب المقاس. هلأ بدي أحط فنجان سكر، أنا بالعادة بحط كوب كامل بس مشان عيلتي خففت السكر لأنه بدي أعتمد على حلاوة التمر. حطيت رشة ملح صغيرة لا تسكر، وهلأ حطيت نصف كوب من اللبن الزبادي، هو اللي بيعطيكم طراوة العجين، وهذا سر المعجنات تطلع هشة وخفيفة. هلأ بدي أضيف حليب الدافئ بالتدريج، نفس مقادير العجينة القطنية للمعجنات العادية مثل البيتزا والفطاير العادية، بس هون ضفنا المطيبات وضفنا السكر وعجننا بالحليب الدافئ. تمام، ونفس العجينة أنا بستعملها للسينامون صراحة وللدونات. تابع عجن وبضيف الحليب بالتدريج. هلأ هسه بدي أضيف حليب لحتى لملم العجينة كلياتها على بعضها وتصير كلها قطعة واحدة بهالشكل هذا. هلا انا وقفت وضع حليب، ما في مقدار للسوائل حسب استيعاب الطحين. هلا بدي لملم العجينه، ومشان تعطيها كمان نكهه حطيت معلقه طعام زبده ليني، راح اعجن فيها العجينه اخر شيء. العجيني لازم يكون قوامه دبق هيك، معروفة للمعروك وللسينامون للدونات. هلا بس بدي احط رشة طحين بالاخر، ولملم العجيني اخر شيء. شايفين ما بدها جهد اذا بالدعك والعجن، لانه فيها لبن والزيت اللي فيها كتير قليل بيعطيها هشاشة وطراوي ونعومة، ما بتعذب ابدا بالدعك. هيك شكلتها، هلا بدي غطيها واتركها لمدة ساعة تتخمر، وبعد ساعة برجع لكم. هلا بعد مرور الوقت شوفوا معي كيف ضاعف حجم العجينة، يعني تركتها ساعة بالضبط. هلا بدي لملمها على بعض ورجعها لحجمها الطبيعي.
بدي اقطع هلا كور حسب الاشكال اللي انا بدي اساويها. لازم افكر بالشكل قبل ما اقطع العجين، لانه كل ما العجين اللعب فيها زياده ما بتعود تنفش وتنجح معكم، بيروح الهواء كله منها. تمام، هلا ما في داعي انا انثر طحين واشتغل فيها. العجينه دبقه بس ما بتلزق مثل ما شايفين. هلا بجيب الشوبك بمسدها بهدوء بدون ما اضغط عليها بالشكل اللي انا بدي اياه، فردتها. وهلا بدي احط لها تمر. انا رح كتر حشو التمر لانه العجينه ما فيها سكر كتير من برا. اذا كنتوا حاطين من برا سكر زياده بتخلوا التمر من جوا اقل. تمام، انا بدي سكر طبيعي فزودت التمر وقللت السكر خارج العجينة. عملته بهذا الشكل الاسطواني، وراح احضر مقص بدي اعملها شكل حسب الرغبة التشكيل. شايفين نعملها فتحات بالسكين او عفوا بالمقص. هلأ بدي انقلها على صينية بدهنا زيت نباتي او بتحطوا ورقة زبدة. هلا انا دهنت زيت كرمال ثبت ورقة الزبدة. تمام، اذا ما متوفر ورقة زبدة بس بتدهنوها بزيت نباتي. ورق الزبدة بيعطيها لون رائع اثناء الخبز. كمان بناخد قطعة عجين وبنعمل شكل تاني، بكورها بالاول بمسدها هلا بايدي، بعدين بستعمل الشوبك او منقله بحمص المدلك. شايفين العجينة رائعة. هلا بدي احط التمر بطرف بس اتنيه بالشكل هاد، وباقي العجينة بدي اعملها شكل بالمدرج. هاي الاشكال متعارف عليها اللي نزلت كتير على الانترنت لشكل المعجنات، فيكن تبحثوا عنها وتشكلوا الشكل اللي انتو بدكن اياه للمعروك. هلأ بناخد طرفين بنحطهم بقلب بعض ومنسكرها، وهيك صارت جاهزة كتير سهلة. كمان بناخد عجين وبنعمل شكل تاني. هلا انا اخذت قطعتين عجين بدي افردهم بشكل دائري. هاي يلي بدي احشيها قشطه. هلا متعارف على المعروك بينحشى بعده حشوات، بس انا حبيت جربها بالقشطه بنكهه جديده وطلعت كتير طيبه. حبيت جربها قدامكم، اذا بتحبوا تجربوا لذيذ كتير. مثل ما شفتوا فردت اول قطعة من العجين، حطيت القشطة وراح اسكرها بطبقة تانية. بحاول اقفل الاطراف كتير منيح حتى ما تطلع القشطة وتحترق حتى وقتها بدنا نخبزها بالفرن. ممكن تجيبوا اي شكل تعملوا اشكال على سطح العجينة من فوق، هذا خياري بيرجع لكم. هلا بدي اقفل كنار العجينة حتى اضمن انه القشطة تتم جوا وما تطلع ابدا اثناء خبز العجينة بالفرن. كمان بناخد عجينة بنفردها بالشوبك بدون ما نضغط عليها، يعني يا دوب تمسيد لاخد انا شكل. كمان بحط تمر. التمر شلت منه العجوة وبعدين حطيت له معلقة سمنة ومحلب وشمرة وخلطته مع بعض لصارت معي عجيني.
هلا هذا الشكل مثل ما شفته، عملته بشكل اسطواني، بعدين لفيته، وهلا راح نقصه بالمقص لياخد هذا الشكل. كمان راح نعمل شكل سادة بالسمسم، نفردها بالشبك بشكل دائري. هلأ بدي اجيب السمسم المحمص، حط كمية وحط فوق العجينة وبلش غطيها لحتى يلزق السمسم كله بالعجينة. العجينة دبقة فراح يلزق بكل سهولة. راح استعين بالشوبك، شايفين كتير سهل. كمان باخد قطعة عجين وبفردها بالشوبك، يعني كلها على نفس المبدأ، نفردهم بالطول، منحط رول من عجينة العجوي أو التمر، بس بدي أسكر أطرافها هالشكل هاد. هلأ بدي أجيب سكين أعملها شقوق من الأعلى هالشكل هاد، حتى أخذ يعني شكل للعجين، وبنقلها على صينية فيها ورقة زبدة أو مدهوني زيت. هلأ راح أساوي الشكل الأخير كمان سادة، بس هذا راح أحشيه بالنهاية بالشوكولا، مشان إذا كان في أطفال بيحبوا بالشوكولا. باخد عجيني وبعملها بشكل كرة، بس بمسدها شي بسيط بالشوبك وبحطها على صينية فيها ورق زبدة، شايفين. هلأ بعد ما خلصت تشكيل الصواني بغطيهم بورق بلاستيك وبدي اتركهم يختمروا لمدة ساعتين. بغطيهم كمان بقطعة قماش، بتركهم بجو الغرفة ليختمروا. وهلأ بعد مرور الوقت ساعتين بالضبط تركتهم، مدة التخمير كتير مهمة. مدة التخمير لهيك أنواع من المخبوزات مهم جدا، مثل المعروك، البريوش، الدوناتس والسينامون، مشان تاخدوا عجين من جوا هش وطري لازم نخمره، غير العجين المالح يلي بنتركه بس 10 دقايق أو ربع ساعة، هذا بده إجباري رياحة. بدي ادهنهم بخليط التلميع المكون من صفار بيضة وشوية حليب سائل وشوية خل أو فانيلا مشان زنخة البيض. إذا ما بتحبوا تدهنوا بالبيض وعندكم مشكلة، فيكن تدهنوا بحليب بودرة مع المي، أو حليب سائل مع نسكافيه، أو دبس تمر مع شوية مي، يعني في عدة خيارات لتدهنوا المخبوزات، بس البيض بيعطيكم لون أروع شيء على وش المعجنات. هلا بعد ما نخلصهم دهن كلهم بالبيض، بدي رش عليهم سمسم محمص وحبة البراكي. هذا الشيء خيالي بيرجع لكم، فيكم تتركوهم بدون ما ترشوا عليهم أي شيء، بس السمسم والحبي الصودي بيعطيهم نكهة طعمة طيبة. وهي كمان يلي بالقشطة حطيت لها حبي صودي وسمسم، ويلي بالسمسم سابقا حطينا لها دهنتها كمان بخليط التلميع. دخلهم الفرن على حرارة 190 من تحت لياخدوا لون، بعدين برفعوا للأعلى. وهي أول صينية طلعتها، هلا بدي غطيها مشان تضلها محافظة على طراوتها، يعني بتخلوا كل صينية مغطينا لمدة 10 دقايق بعد ما تطلع من الفرن حتى تضلها محافظة على طراوتها وهشاشتها.
هلا هدول الاقراص اللي عملتهم سادة بدي اسقبهم وبدي احشيهم بالشوكولا مشان الاطفال او يلي بيحب الشوكولا. الحشوات حسب الرغبة مثل ما حكيت. انا استعملت شوكولا نوتيلا جاهزة، فيكن تعملوا اي نوع شوكولا اذا بتحبوا بالبيت وتحشوا فيها المعروك. شايفين عجين كتير طرية. هاي الأشكال اللي عملناه هون بتحتفظوا فيهم هن مغطيين لوقت الأكل أفضل مشان ما ينشفوا. المعروك مدته يوم واحد فقط، تاني يوم ممكن نحتاج نرش عليه نقطتين من المي ونحطه بالميكرويف، بس ما بيطول أكتر من هيك، ما بدوم هيك معروف. هاي هلأ يلي بالقشطة، شايفين طراوي رائعة، عجينة ناجحة 100%. هلأ بدي أشوفكم المقطع العرضي لباقي القطع. هلأ بنفتح أول وحدة يلي شكلناها أول شي، شايفين بكل سهولة بتقطع طرية ولونها حلو من تحت ومن فوق. وهلأ هاي اللي بالسمسم السادة، هاي المقطع العرضي شايفين من جوا مثل السفنجي، وهي لونها من تحت طراوي غير شكل. وهي يلي بالقشطة زينتها كمان بالقشطة والفستق الحلبي. وقت التقديم يلي بيحب بيحط عليها إما عسل أو قطر. رائعة كتير طلعت، طعمتها بتجنن. لهون بنكون وصلنا معكم أعزائي المتابعين لختام فيديو اليوم اللي كان عن المعروك. إن شاء الله وصفي سهلة وتنال إعجابكم. استنوني بفيديو قادم. السلام عليكم.